اهلا وسهلا عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين؟ ماشي صهودات؟ واش نقول لكم البنات، الصهودات راه كاينه. عرفتي هنا لا فقت، يلا غسلت وجهي، باقي ما فطرت، ما درت حتى شي حاجه، من غير فطرت يارا ونور صافي. انا باقي ما فطرت. قالت لك لا لا، ماما عمري ليا لابسين، حيت كان هاد النهار ديال الخميس كان سخون بزاف بزاف، وصافي لابسين ديالها كان توسخ، وحتى ولا فيه حتى سلايم. صافي شيتو ليها مزيان، غسلتو ليها بتيد وشللتو ليها مزيان وعمرتو ليها، خليتو يعمر صافي. وبفلاشية عاد عامت فيه. رايا راهي مجلسه في مكسيكو، زي مخرجاها معايا حيت ما نقدرش نخليها بوحدها في الدار، نور تاي كتسنى. ايوا صافي، غسلت ليها داك لابيسين مزيان مزيان، ومن بعد عمرته له وخليتها كتلعب فيه. المهم دوزوا معايا هاد النهار، غادي نبارطاج معكم وجبات صيفيه. حتى هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وياكلوها الوليدات حتى همايا. صراحه زوينه بزاف بزاف، وراكم كيف قلت لكم في الفيديو السابق، الصهد ما كتبغيش تبقاي واقفه في الكوزينه بزاف، كتبغي ديري غير شي حاجه سهله مهله. وحتى بنادم ما كيقدرش كاع ياكل المرقه لا الخبز لا حتى شي حاجه. المهم خليكم معايا في هاد النهار، ولا عجبكم فيديو دعموني باللايكات ديالكم، غادي نخرج نتقدى. المهم انتم معايا في هاد النهار، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم فيديو، وتهلاو فيا بدوك اللايكات. يلا خرجه ممتعه. البلاصه فين حطيته وغسلته حتى هو، لانه ولا عامر بالماء، ولا حتى في كيزلق يعني، ولا فيه بحال سلايم. صافي دابا خويته ليها، ندير ليها ما جديد باش في العشيه تعوم، لان اليوم كاينه الحراره. دابا غادي نزرب نمشط ليها شعرها ونلبسها، باش غادي نخرجو نمشي نجيب شي حاجه خاصه نرجعو. هذا الاسبوع ما كتبتش اشنو خصني نطيب العشاء، وهذاك الشيء علاش ما تقديتش. تنهار بنهار عاد كنفكر شنو ندير العشاء. اليوم فكرت غادي ندير لهم العشاء الرز مع الكروفيت. هذا تتو خرجت البنات تقدي داكشي اللي خاصني، وجبت واحد الوريدات في الحمامر ووحدين في الغوز. صراحه ما فهمتش انا علاش كيحمقني الورد في الدار، وانا صراحه من المحبين ديال الورد، كيعجبني الورد بزاف بزاف، وكيعجبني البحر، هادو جوج حاجات تنحماق عليهم، كنبغيهم بزاف بزاف. المهم مره كنبغي ندخل الورد للدار ديالي. المهم هنا جبت واحد جوج الوان، وغادي نديرهم باش نحطهم في الطبيله ديال الماكله. طيقوني يا البنات الا كيحيدوا الطاقه السلبيه من الدار وكاتوك طاقه ايجابيه، سبحان الله تيخليوك ما فهمتش فرحانه، وكيبينوا لك الدار غزاله غزاله الصراحه. يعني واخا تكون دارك نقيه وزوينه، سبحان الله الورد كيزيدها جمال. المهم انا هنا غادي ندوز باش ندير ليا الغدا ديالي. غادي ندير غير البيض، ما يرى راه كندير ليها العشا ديالها خيز وكنسلقو ليها. بالنسبه للنور، نور بغات غير الخبز فيه الفرماج، نتوما كتشوفوا درتو ليها حتى هي. وانا غادي ندير ليا البيض، وغندير فيه واحد شويه طروفه ديال مطيشه، كيعجبوني مره نديرهم في البيض. Thank you.
عندي البنات فواكه البحر مشكله كيف كتشوفوا، عندي كروفيت، البوزروك، الكالامار، وحتى شويه ديال الحوت الابيض غسلته مزيان مزيان. دابا غادي ندوز باش غادي نطيبهم. المهم كيف شفتوا درت شويه زبيده بلديه، درت فيها البصله مع شويه الملح والبزار. غادي نحركهم مزيان. غادي نزيد دابا الثومه، وهنايا غادي نضيف دابا شويه الحوت ديالي هو، وغادي نخليه يطيب معاه مزيان مزيان. غادي نحركو مزيان، بعد غادي نضيف عليه الكوري الا ما متوفرش عندكم كلكم تستغناو عليه. هو درت معاه الكوري، وغندير معاه حتى التوابل ديال الحوت، راه كتبع جاهزه حتى هي، ما كانش عندكم يمكن لكم تفاداوها. صافي غنخلط هادشي مزيان مزيان ونخليه يطيب على عافيه مجهده باش هذاك الماء كامل يمشي منه، ما بغيتش يبقى فيه هذاك الماء. انا كاع غندوز دابا في الاسبيراتور على الدار كامله، من بعد غادي نجفف من بعد ما طاب ليا كي شفتو نشف من داك الماء تماما. غنضيف عليه قشده ديال الطبخ او كريمه الطبخ، غنضيف عليه، غندير غير وحيده صافي. وغادي نحركو مزيان ونخليها تطيب ديك الكريمه، ومن بعد نطفي عليه صافي. هنايا وجدت سميتها اليارا العشاء ديالها، درت ليها غير خيزو. من بعد ما طيبتو طحنتو كنحتفظ فيه، كنحتفظ به في هاد البتيبوار هادي لمدة ديال 3 ايام حتى لربع ايام. المهم انا كندير لها غير 3 ايام صافي تاكل فيه، وكنحيدو ما كنخليهش حتى لربع ايام كاع، 3 ايام صافي. ومين ما كنبغي كنهز القياس اللي غتاكل منه نديرو لها نسخنو لها ونخلي هذاك الشيء في البواطه، ما نسخنش كلشي. هنايا عندي البرغل اولا الكسكس اللي هو المهم هذا تا هو كسكسو تيقولوا لي البرغل، غادي نشدو وغادي نسلقو. بالنسبه للطواليط كندير لها مره في الاسبوع هاد التنظيف اللي بحال ما هكا بلي برودوي، ولكن راه كل نهار كندوز عليها بالمناديل المعقمه، لانهم هذا هو اكثر بلاصه كتجمع لك الميكروبات، كتجمع الجراثيم. هذا حاولوا ندوزوا عليها كل نهار هاد لافابو الكلاص ديال التواليط.
غادي ندوز نوجد دابا واحد الشلاضه. المهم غسلت، غادي ندير فيها شلاضه هنايا تيقولوا لها واحد بحال الخس، وهي سميتها غيكولا، هي النوع ديال الصلاه اللي غادي ندير. المهم هنا كنقطع مطيشه، كما كتشوفوا هنا كنفرشها في الطبسيل. لا سيارة داخلة معي في المونتاج، نعم سيداتي. هاي يا اختي. عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات، زميلي وقاضي حدايا وحكيهم للي بثبات. ليش هكذا حقدة والسمية ضلي تبدلي في الصفات؟ تلعبي بيا ولا معايا؟ جاوبيني على شهادة سكات. تلعبي بيا ولا معايا؟ جاوبيني على الشهادة سكات. قالولي عليك مسرحية وانا المسرح اسكن لي في الدات. والتذكيرة خلصت غالية، ديت معايا شي وردات. دخلت للقاعة صافقوا عليا، طلع سيتار ودو وطفات. لقيت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودموعات. كنتمنى البنات من الوصفات ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا هو الفواكه ديال البحر اللي درتها مع الكريمه ديال الطبخ. هنايا الكسكس مع الخيار و الريغولا. سلطه كتاكل كتكل بزاف في الصيف. هنايا الرز اللي سلقته حتى هو. هذه سلطه اللي درت فيها الخيار وفرماج مطيشه والريغولا حتى هي. كيف قلت لكم في هذا الصيف كيتكالوا انواع ديال السلطات بزاف بزاف، وفي الطبله كتكال سلطه اكثر من الماكله اخرى. هنايا درت عاوتاني سبرايت من السماء بالحامض والليمون والنعناع. نحطيت لهم شويه فواكه مع الجبن، وكنهدي لكم ثم هاد الوريدات
كنهديهم لكم ويا رانا هي كتشيري لكم كنحطوها معنا في الطبله باش هكا ما كتبقاش بوحديتها. نتمنى الفيديو يكون عجبكم الوصفات او اقتراحات اللي كنعطيكم ديال الوجبات الصيفيه. ودابا غادي ندوز ندوش ليارا، ندوش لبناتي بجوجات وندوش حتى انا. هنا دوشت ليارا، هبطت عند باباها، دابا نورتي غنطلع ندوش لها وندوش حتى انا. في الصيف ضروري كندوشو كل نهار لاننا كنولو كنتلصقو ملي كيكون الحال سخون. وانتم هنا كنقولكم الى عجبكم الفيديو عجبكم اقتراحات صيفيه خليو لي اللايكات ديالكم وكتبوا لي الكومونتيرات ديالكم الزوينه.